أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. يا أهلا. وصلتنا رسائل كثيرة، نختار منها هذه الرسالة التي تقول: إلى الآب القمص زكريا بطرس والفاضل الأخ محمد، تحية طيبة. وبعد: أنا فتاة من مصر، عمري 15 سنة، وفي البداية، أنا لن أذكر الاسم، في البداية لعدم التشهير فقط، في البداية أود أن أشكركم من كل القلب على ما تقدموه في هذا البرنامج الرائع الجميل الذي أتابعه باستمرار، وأتلهف لرؤية الحلقة الجديدة كل أسبوع، وأدون كل كلمة تقولها، واستفدت معلومات كثيرة لم أعرفها قط ولم أسمع عنها قبل ذلك. وأشكر يسوع الذي رتب لك هذه الخدمة الفعالة التي أتت بنفوس كثيرة للمسيح. وأتمنى أن الله يستخدمني مثلك، وصلي من أجلي أن تكون عندي الجرأة لأكلم الناس عن يسوع ومحبته. وأنا من أشد المعجبين بجرأتك وخوفك على هلاك الآخرين، والرب يحفظك ويزيدك بركة ونعمة. وفي النهاية، لو أمكن أن ترسلوا لي نسخة من كتاب أولاد إسماعيل وتفاسير إنجيل وما إلى ذلك. آمين. فخور جدا بهذه الفتاة، وسنها 15 سنة، يعني نعم. ده بركة كبيرة. نعم. أشكر الله. نعم. آمين. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نتطرق إلى موضوع آخر، حيث تكلمنا من خلال البرنامج عن شخصيات كثيرة، منها الشيخ شعراوي وأحمد ديدات والدكتور زغلول نجار ومحمد عمارة، دكتور محمد عمارة. ولكن في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن عمرو خالد. ترى ما هو تقييمك لعمرو خالد، وما هو مضمون أحاديثه التي يتطرق إليها؟ الحقيقة أن بعض الأحباء سألوني، يعني أنت بتشاهد برامج عمرو خالد، ورغم شدة مشغوليتي فاستجبت لدعوتهم. طبعا ما قدرتش أحضر العرض بتاعه، لكن رحت على السايت بتاعه اللي هو amrkhaled.net، دخلت صفحته وشفت الحاجات الموجودة، وشفت برضه الموقع بتاع www.sunna.info. كاتبين موقع أهل السنة والجماعة عن عمرو خالد نفسه، وتصفحتهم وشفت اللي فيهم يعني. نعم. نريد أن نعرف رأيك في شخصه، فقد جاء عنه في بعض المواقع على سلوكه وتصرفاته، فما هو رأيك الشخصي؟ الواقع زي ما انت عارف ان انا ما ابديش رايي في امور شخصيه. نعم. اطلاقا يعني، لا شعراوي اموره الشخصيه، ولا زغلول اموره الشخصيه، ولا عمرو خالد اموره الشخصيه. كل انسان مسؤول قدام ربنا عن تصرفاته، وانا ملياش الا الفكر فقط. انا مسؤول عن الفكر، خاصه الحاجات اللي بتمس ايماني، الحاجات اللي بتمس مسيحي، هي دي اللي انا اقدر أتكلم فيها. نعم. إذن هو ما هو تقييمك لفكره الذي يتكلم فيه؟ كلام جميل قوي. مما لا شك فيه، يعني على حسب تقييمي، مما لا شك فيه أن عمرو خالد أصبح ظاهرة في الوسط الإسلامي. نعم. ما نقدرش ننكر هذا الأمر، بالرغم من أخذ أهل السنة عليه، لكن المهم أنه هو استطاع أن يجمع من حوله عدد كبير من الناس المريدين اللي بيؤمنوا بفكره ويمتثلون لتوجيهاته. إذن عفوا. اتفضل. فقد أثبت نجاحا فعلا فيما يقوم به، ويعود نجاحه بحسب تصوري إلى عدة عوامل هامة جدا. أنت ذكرت أنه هناك مآخذ من أهل السنة عليه، لكن نريد أن نعرف الأول ما هي عوامل نجاحه بحسب تقييمك أنت. حسب تقييمي هو خلو الساحة من الشخصيات البارزة الإسلامية. نعم. المتخصصة في الشريعة وعلوم الدين. الحاجة الثانية،
انه ابتدى يغير الخطاب الديني واسلوب الحديث الاسلامي. فهو لا يتقيد باللغه العربيه الفصحى، وكذلك لا يتقيد بالخطاب الاسلامي المنشي، منشي يعني كده الواقف، اقصد بذلك وقفه الخطيب الاسلامي والرسميه والقاء الكلام بطريقه جامده. هذه كلها هي سمات الخطاب الاسلامي على ممر الدهور التي لم يشذ عنها خطيب اسلامي. نعم. فخالد عمرو خالد اعتقد ان هو شذ عن هذا الاسلوب. نعم، نحن نعلم الخطاب الاسلامي وطبيعته الجديه لانه يتعامل مع موضوع جدي، لكن ترى من اين اتى عمرو خالد بهذا الاسلوب؟ شوف عزيزي، في كتاب عمرو خالد في ميزان الشريعه لاهل السنه، وده اللي موجود على الانترنت وانا طبعته. نعم. يعني عملت له برينت وحطيته في الفايل ده. ففي صفحة 101 من هذا الفايل واللي موجود على الانترنت برضه بيقول كده: قيل ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 15/4/2002 تحت عنوان عمرو خالد لكاتب يسمى عبد الله باكبير أن هذا الأسلوب المتقن يتم تعليمه في معاهد خاصة في أمريكا ولأغراض محددة، وقال كده: وستكشف الأيام عن الحقيقة وستكشف عن القوى التي خلف الداعية الشاب. ده رأي أهل السنة في الموضوع، ولكني علمت من بعض الثقات، الناس اللي أنا بثق فيهم يعني ما بيكذبوش، أن أسلوب هذا هو تقليد لأسلوب أحد القسوس، ولا داعي لذكر اسمه طبعا، في كنيسة بالقاهرة كانت قريبة من الجامعة اللي هو كان ملتحق بها وبيتعلم فيها. وكان القسيس بيعمل اجتماعات لطلبة هذه الجامعة، فيبدو أن عمرو خالد كان بيندس في وسط الطلبة المسيحيين اللي بيواظبوا على هذه الأذان، وربما تعلم منه الكثير. ويعني أنا بقول بالدليل والبرهان نجيب شريط للأسيس ده ونجيب شريط لعمرو خالد وهو بيتكلم، نحطهم الاثنين كده على شاشتين متقاربتين ونشوف الحركات ونشوف الكلمات ونشوف الأسلوب المستخدم، هنقدر نعرف تماما انه بيقلد هذا القس في اسلوب الخطاب المسيحي شكلا وموضوعا. ماذا تعني بالتحديد بتقليد الخطاب المسيحي شكلا وموضوعا؟ بقصد انه اخذ اسلوب الخطاب المسيحي في شكله البسيط. نعم. عدم التقيد باللغه العربيه الفصحى، استخدام اللغه الدارجه حتى يكون المتحدث قريب قوي من المستمع، خروجه من جمود الخطيب الى محاولة تجسيد الكلام بحركات ايديه ووشه، استخدام الابتسامة وبعض الفكاهات في السكة تخرج المستمع من الجمود، واستخدام الاسلوب المشجع وغرس الامل في الناس بدلا من اسلوب الاوامر والنواهي والترهيب وسعير الجحيم. نعم. ثم انه لم يتجاهل ايضا العاطفه في الخطاب والتعبير عن البتاع، دايما يعني سمعته كده في البتاع الموقع يقول لك يا حبيبي يا رسول الله ويا احبائي مش عارف ايه، يعني الاسلوب اللي فيه عاطفه ابتدى يستخدمه. واضيف قبل كل هذا عدم تقيده بالزي بتاع الخطيب واللحية، يعني حاجة كده مودرن يعني، فخلاها قريب قوي من الناس. وغير كده كمان هو ما هوش خريج الأزهر، وبالتأكيد خد اللقطة دي برضو من شباب مسيحي متطوع للوعظ، ما هوش خريجي المعاهد الدينية المسيحية وكرس نفسه لهذه الخدمة، وبالتأكيد هو كذلك كرس نفسه لهذه الخدمة اللي هو بيقوم بها أو لهذا الوعظ والأسلوب اللي هو بيقوم به. نعم. شكرا.
قلت أنه يقلد أسلوب الخطاب المسيحي شكلا وموضوعا، وكلمتنا عن الجزء الشكلي، فماذا تقصد بتقليده للخطاب المسيحي موضوعا؟ أي. واضح جدا أنه يقرأ كتبا مسيحية. نعم. واضح قوي أنه بيقرأ كتب مسيحية ويقتبس منها المواضيع الروحية ويلبسها ثوبا إسلاميا. نعم. يلبسها ثوبا إسلاميا كما كان يفعل الدكتور نعم. مصطفى محمود. نعم. عندما كان زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يعمل أفلام أجنبية. نعم. وعن الحشرات وجابها من مودي سنتر. نعم. ويلبسها الثوب الإسلامي، ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح من استخدامه لمفردات مسيحية غير مقبولة من وجهة النظر الإسلامية. غريب. هل لك أن تعطينا بعض الأمثلة، أمثلة حية لهذه المفردات المسيحية التي يستخدمها؟ هم وفروا علينا كتير كلام جماعة بتوع اللي حملوا الكتاب دهوت، وبيعترضوا بيقولوا ان في له كتاب عمرو خالد اسمه اخلاق المؤمن في صفحة 202 هم كاتبين عنه، بيقول كلام عمرو خالد: انظر الى رحمة الله تبارك وتعالى بنا حتى نتصف بصفات الله الرحمن الرحيم، انه نحن البشر نتصف بصفات الله. فالجماعة السنيين اعترضوا لان ده لا يجوز ابدا ان المخلوق يتصف بصفات الخالق. ده كلامه في الكتاب ده، لان ليس كمثله شيء. في سورة الشورى 11. واقتبسوا قول الامام ابو جعفر الطحاوي: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فواضح ان عمرو خالد كان متأثرا بقول الكتاب المقدس في رسالة بطرس الأولى إصحاح 1:15: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. ولم يعرف أن هذا يتصادم مع الفكر الإسلامي، هو أراها عبارة جميلة فعايز يستخدمها في الأسلوب الإسلامي. هل لك المزيد أن تعطينا أمثلة أخرى من فضلك؟ الحقيقة الكتاب ده مهم قوي، في صفحة 105 برضه علق على كتاب عمرو خالد أخلاق المؤمن صفحة 208، بيقول إيه، بيحكي قصة: سرق أحد الرجال فأخذوه إلى سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. فقال الرجل لعمر: اقسم بالله، الراجل قال له: أقسم بالله أن هذه أول مرة أسرق فيها. فقال له عمر: كذبت، إن الله لا يفضح عباده من أول مرة. واعترض أهل السنة في هذا الكتاب بأن هذه القصة ليست صحيحة وفيها مخالفة صريحة للشرع، والدليل على ذلك اللي ما جابوه أن إبليس كان مؤمنا وعصي الله بالتكبر على أمر الله وكفر باعتراضه عليه، وكان هذا أول كفر لإبليس، ومع ذلك فإن الله فضحه من أول مرة. فماذا تقول يا عمرو؟ هم بيقولوا له كده: فماذا تقول يا عمرو؟ واضح طبعا ان عمرو خالد تاثر بغفران المسيح للمراه الخاطئه التي امسكت في ذات الفعل والتي اتوا بها ليرجموها، فحام عنها المسيح برحمته قائلا: من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. ثم التفت الى المراه وقال لها: ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي. فأراد عمرو خالد، هذا الكلام مذكور فين؟ في يوحنا، إنجيل يوحنا صح 8:10، في موجود في الإنجيل الشريف، الإنجيل المقدس. نعم. فأراد عمرو خالد أن يلبسها ثوبا إسلاميا فوقع في المحظور. دعنا نكتفي بمثل ثالث فقط لو سمحت. الحقيقة مثل صارخ عندي في الموقع بتاع عمرو خالد تحت عنوان نحو ميلاد جديد، يقول فيه: عند نقطة التوبة ستكون حقا لحظة الميلاد الجديدة لنا جميعا. بالبحث طبعا عن هذا المفهوم في القرآن وكل كتب التراث الإسلامي والكتب الحديثة من خلال موقع الوراق .com وموقع الأزهر القرآن والحديث الشريف ومفاهيم إسلامية، كانت النتيجة ما غير موجودة مثل هذه الكلمات على الإطلاق. ولادة جديدة مش ممكن،
فمن أين أتى عمرو خالد بمفهوم الميلاد الجديد؟ نعم بالتوبة. الواقع أنه قرأ كتب المسيحية وقرأ ما كتبه القديس أغسطينوس في القرن الرابع الميلادي. شوف النص: دموع التوبة ولادة جديدة، في كتاب أسرار الكنيسة السبعة باب التوبة. تأثر بهذا الموضوع ونقله، بس مش عارف انه بيتصادم، هو عايز يعمل تجديد يعني. نعم. فبيتصادم، بياخد الفكر المسيحي ويقول لبسه التوب اسلامي، فبيتصادم مع الفكر الاسلامي. هذا يشابه ويذكرني بما سمعت من الكتاب المقدس عن شيخ اسمه نيقوديموس. أيوة. تكلم عن الولادة الروحية، الولادة الثانية. المسيح تكلم معه عن الولادة الثانية. مظبوط. ففي تشابه في الفكرة. نعم. إن كان الأمر كذلك، فهل تظن أن عمرو خالد هو وعي مسيحي في إيمانه ويحاول أن يغزو المجال الإسلامي تحت اسم وكأنه داعية إسلامية؟ لا أظن ذلك بالتأكيد، وإنما هو مجرد مقلد أخذ مظهر المسيحية دون جوهرها، فأتى كلامه ممسوخا. ماذا تعني بهذا الكلام، كلامه ممسوخا؟ شوف، عمرو خالد بيقلد الاسلوب المسيحي. نعم. ويردد بعض المفردات المسيحيه، ظنا منه ان هذه الامور هي سبب النهضه الروحيه في المسيحيه. الكلمات دي تماما زي ما ظن الجماعات الاسلاميه ان نهضه الاسلام هي في الزي الوهابي والحجاب النسائي، فلبسوه. عمرو خالد لم يلمس جوهر المواضيع التي يتكلم عنها، فهو لم يقدم علاجا للخطية، وتكلم عن التوبة التي هي موقف الإنسان من ماضيه. نعم. ولكن أين كفارة الخطايا التي ارتكبها؟ لم يمسها عمرو خالد، كما أنه لم يذكر كيف يتجنب التائب حياة الخطية تاني. نعم. في المستقبل. نعم. وبأي قوة يواجهها، والإنسان معلوم أنه ضعيف. نعم. لم يلمس هذا الموضوع، لكن احنا عندنا في المسيحية الإجمالة. نعم. والحقيقة أن الإنسان في حاجة إلى قوة الروح القدس ليعينه على الغلبة، فعمر خالد لم يلمس هذا الأمر. الغلبة. الغلبة. نعم. أو الغلبة. وفي حاجة إلى نعمة المسيح الذي قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. نعم. فأين هذا من خطاب عمر خالد؟ هو بس مجرد ياخد شوية كلمات مسيحية ويحطها يزنقها في الخطاب الإسلامي، فعشان خاطر يقدر يعمل بيها مفهوم. طب ما يكمل، لأن الموضوع محتاج إلى استكمال. هناك سؤال يطرح نفسه أيضا، ترى هل قدم عمرو خالد رسالة كاملة عن الإسلام؟ مشكلة عمرو خالد أنه أعطى أنصاف الحقائق. نعم. عن الإسلام، فهو يتكلم عن بعض الجوانب في الإسلام تاركا سلبيات الإسلام، بعض الجوانب الإيجابية في الإسلام. نعم. تاركا سلبيات الإسلام. فمثلا يتكلم عن رحمة إله الإسلام، ولكن لا يتكلم عن أن إله الإسلام هو الذي يوحي للمجرمين بالفسق والفساد، كما جاء في سورة الشمس 8: ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. الله بيلهم الفجور. وأيضا يتكلم عن رحمة حبيبي يا رسول الله، ولم يتكلم عن اغتيالات رسول الله وغزوات رسول الله وقتله لأم قرفة انشقها نصفين بين جملين، وعصماء بنت مروان قتلوها وهي ترضع وليدها، وغيره كتير. فما بيجيبش الجانب الثاني، بيعمل الجانب المشرق بس. ثم يتكلم عمرو خالد عن أخلاق رسول الله: إنك لعلى خلق كريم، سورة القلم آية 4. ولكنه لا يتكلم عن اشتعال الرسول بالجنس، والكلام ده مش عندي، أنا ما بشتمش، أنا ما بهاجمش، كلام أهو. ده اسمه إيه؟ اسمه إيه الكتاب ده؟ ما أنا مش شايف أهو. حدول طبقات، الطبقات الكبرى لابن سعد. نعم. مش ده كتاب بتاع ابن نعم. سعد الجزء نعم. الاول. وهذه صفحة كام؟ صفحة 398.
98. هذا الكلام كاميرامان بليز هي يقول ايه الرسول تحت عنوان ذكر ما حبب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والطيب. اخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله ما احببت من عيش الدنيا الا الطيبة والنساء. يعقل ان نبي الله يقول هذا الكلام؟ ده كتب موثقة ومحدش يقدر يشك فيها، مش من تأليفك يعني؟ لا لا طبعا، لا الطبقات الكبرى، والدليل على ذلك كثرة زيجاته وكثرة النساء في حياته وزواجه من طفلة وهي عايشة في عامها السادس ودخل عليها في التاسع، زي ما بيقول صحيح البخاري في باب الألف نون كاف ألف حه. يعني قصدك طن 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 في الواقع هي فعلا ذكر خبيث. وانا ايضا يعني اللي انا عايز اقوله ان عمرو خالد ما بيتكلمش عن الحاجات دي ليه؟ نعم. يعني المفروض ان هو يتكلم عنها ويقول يا جماعه جه في الحديث كذا وكذا وكذا وجه كذا وكذا ويتكلم بمنطق وعلم. لكن ياخد الجوانب دي وبس ويسيب الباقي، فلم يعطي صوره متكامله عن الاسلام. قبل ان نتكلم عن موضوعنا وهو بيت القصيد، هل لديك كلمة أخيرة عن عمرو خالد؟ أنا عمرو خالد أنا بعتقد أنه يمثل، بالرغم من كل ده يعني، يمثل نقلة جديدة في الساحة الإسلامية، طبعا مع احتجاجات أهل السنة والمشايخ، لكن أنا شخصيا بقول أنه بيمثل نقلة جديدة في الساحة الإسلامية، ففتح باب التجديد وإعمال العقل لفهم النصوص الإسلامية. نعم. وطالما فتح باب العقل والتفكير فيعتبر هذا كسر للقيد الإسلامي المفروض على عقول الناس، ومن أجل ذلك يحارب الأزهر والمؤسسات الدينية ويحاولون إسكاته لإدراكهم خطورة هذا الأمر على كيان الإسلام. ويتضح ذلك من قولهم في كتاب عمرو خالد ده في ميزان الشريعة صفحة 4، ولقد ابتدع عمرو خالد بدعة قبيحة ما سبق إليها فيما نعلم، ألا وهي أنه يجمع حوله الشباب ويسألهم رأيهم ببعض القضايا الدينية ليفعلوا كما يفعل ويفتوا بغير علم، ويجعلهم يتجرؤون على دين الله ليفتح باب الإلحاد على مصراعيه، يحللون ويحرمون على هواهم ثم ينالون عبارات الاستحسان وربما التصفيق. والواقع أختم بهذا، أن عمرو خالد قد فتح باب فعلا أمام تابعي للفكر المستنير والبحث عن الحق. وليس أدل على ذلك من مشاركة، ودي مفاجأة، من مشاركة أحد تابعيه ومعاونيه من التيم بتاعه في غرفة الفالتوك باختبار قبوله للمسيح مخلصا وفاديا وربا على حياته. نعود لذلك الى بيت القصيد ايضا، كيف تكون علاقتي بالله؟ ولو سمحت ان تتكلم عن الولادة الجديدة الذي تكلم عنها عمرو خالد، وهو هذا الفكر المسيحي الذي ينادي به الكتاب المقدس ايضا لو سمحت. وطبعا الولادة الجديدة ده موضوع المواضيع اللي احنا كل اتكلمنا عليها كلها. نعم. قبول المسيح، ولما بيقبل المسيح بياخد طبيعة جديدة، واحنا اعتقد انها تحتاج الى جلسة لوحدها. نعم. هنتكلم عنها ان شاء الله، يمكن الجلسة اللي جاية الحلقة الاتية. نعم. عن الموضوع ده بتكامل. نعم. او عن المسيحية عموما، ايه هي المسيحية والحاجات اللي فيها، هنتكلم بتوسع شوية، تاخد حلقة كبيرة. شكرا. لان احنا في ختام الجلسة. نعم. دلوقتي فإحنا كنا بنتكلم على بعد الإنسان ما بيقبل المسيح وبيولد ولادة جديدة بيحتاج بياخد امتيازات. أنت لا تقصد ولادة جسدية بالطبع؟ بالتأكيد. نعم. ما هي نوعية ولادة؟ من الماء والروح، ولادة روحية من الله. من الله. نعم. نعم. طبيعة سماوية.
فبندي شوية دعائم للإنسان اللي بدأ مع المسيح، دعائم حاجة تقويه تشدده تساعده في الطريق. واحد، الغذاء المفيد. اثنين، الجو الجديد. ثلاثة، التوجيه الرشيد. الغذاء المفيد يبتدي يقرأ الكتاب المقدس عشان خاطر يتغذى. يبتدي يقرأ الكتاب المقدس يوميا، يقرأ ويتمتع ويتكلم مع ربنا ويسمع كلام ربنا من خلال الكتاب المقدس. نعم. والاجتماعات الروحية، الكتب الروحية، الصلاة، يبتدي يدور على غذائه. نعم. زي الطفل لما بتولد بنغذيه. حاجة تانية، الجو الجديد، يسيب الماضي وأصدقاء الماضي ويبتدي يخش في جو جديد ويقعد مع ناس مؤمنين بيعرفوا ربنا وبيعبدوا ربنا وبيسبحوا ربنا. فلازم ينقل، وإن ما نقلش هيشدوه تاني لورا. نعم. الحاجة التالتة، التوجيه الرشيد. يعني محتاج إلى مرشد روحي يقود حياته للأمام. نعم. اذكروا مرشديكم في الرب الذين كلموكم بكلمة الله. لكن الإنسان يطلع من نفوخه ولا كان عرفته خلاص، الشيطان هيتبسط بيه. فالإنسان محتاج إلى أن هو يبقى تحت قيادة حكيمة. نعم. روحية مختبرة سليمة، فيبحث عن قيادة روحية. يبقى إذن الدعائم، غذاء مفيد من الكتاب المقدس والصلاة، ثم جو جديد من أصدقاء للمؤمنين، وبعدين ثلاثة، التوجيه الرشيد أي القيادة الروحية السليمة. أتمنى ليكم كل نعمة وكل بركة، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إن الله يحب كل خليقته، لذلك مكتوب على خلقنا على شاكلته، فهو لا يفضل إنسان على إنسان آخر أو شعب على آخر، لكن الجميع متساوون أمامه. ليس عبد ولا حر، ليس ذكر أو أنثى، ولا الرجال قوامون على النساء، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وهذا ما جاء ذكره في غلاطية 3 إصحاح 28. ليس بإمكانك أن تفعل شيء يجعل الله يحبك أكثر أو يحبك أقل، وذلك أن محبة الله تعتمد على طبيعته، لأن الله محبة. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. أمين. أمين. شكرا جزيلا.